السيدة أمال غويل، تفضلي. شكرا سيدة رئيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت بالله عندي عتاب خفيف على صديق والزميل سمير بطيب. البارح قال يتصورون أني جاي من وراء البلايك. أنا ما حبيتهاش منه الكلمة هذية، على خاطر احنا في تونس يظهر لي ما ناش نقسموا الجغرافيا متاعنا، اللي جايين من قبل البلايك واللي من وراء البلايك. كيما ما نحبش زادة التفريق بين، ما نحبش الناس اللي تقول انه ثم عباد ما تعرفش شارع الحبيب بورقيبة. وصحيح انا نعرف ناس من الجنوب الغربي، ناس من الشمال الغربي صغار ما يعرفوش البحر في تونس، واحنا عنا 1500 كيلومتر من السواحل ما يعرفوهوش. هذا مش ذنبهم، ذنب نعرفوه، ذنب شكون؟ دونك هو قوس ونغلقه. يعتبر صدور مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الامتحان الجدي لحكومة الترويكا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. هذا القانون ينتظره كل الفاعلين الاقتصاديين والماليين وكل المستثمرين وكل فئات الشعب بصفة عامة. 3.5% هي نسبة توقع ارتفاع الدخل الفردي الخام. 100 مليون دينار هو المبلغ الذي أضيف لنفقات التشغيل التي أصبحت 500 مليون دينار. 100 مليون دينار هو المبلغ الذي خصص للسكن الاجتماعي. 50 ألف هو الرقم الذي أضيف لعدد العائلات المعوزة. 1200 مليون دينار هو مبلغ نفقات التنمية. هذه بعض الأرقام التي تدل على أن الحكومة هنا لم تنتهج سياسة التقشف، بل اعتمدت سياسة فيها الكثير من الجرأة، وأقول جرأة نظرا للظروف المحيطة بنا داخليا وخارجيا، وهي سياسة الانطلاقة الاقتصادية اللي تسمى بالفرنسية لا رولونس ايكونوميك، أي دفع عجلة التنمية خاصة في المناطق الداخلية المحرومة من أبسط مقومات العيش الكريم. هذه الميزانية حاولت الموازاة بين البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي، حيث يستأثر القطاع الاجتماعي بحوالي 67% من الاعتمادات الموزعة لنفقات التصرف، فلا يمكن الفصل بين الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. إن انتعاش الجانب الاقتصادي تكون نتيجته مباشرة على الوضع الاجتماعي العام، فكل نقطة نمو إيجابي تعني عشرات الآلاف من مواطن الشغل. ما شد انتباهي في هذه الميزانية هو الحديث عن تأمين المساكن السكن الاجتماعي، لأن السكن المحترم هو مقوم من مقومات الكرامة للفرد، وهذا وهنا نأكد على أنه لابد من مساعدة الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، وأقول الطبقة المتوسطة من الموظفين والعمال من الحصول على مسكن، ونقول الحصول على مسكن وكفاء، مش لازم نقول مسكن محترم أو الحصول على مسكن، لأنه فما هو معلوم هذا نعرفه احنا الكل توا في تونس، أصبح من الصعب كثيرا الحصول على مسكن حتى على الموظفين اللي هما عندهم مداخيل قارة، كيما مثلا المعلمين، كيما الأساتذة، كيما الموظفين في الإدارات. كما كان يحصل، وهذا اللي كان يحصل بين السنوات الأولى التي تلت استقلال البلاد. ونحن نعرف أنه هذا المشروع، نعرف أنه هذا المشروع تواجهه اليوم عوائق مادية وعوائق قانونية كثيرة، ولكن نرجو أن يتم هذا توزيع المساكن للمستحقين فعلا، وأن يتم ذلك بكامل الشفافية. قاعد عندي سؤال بالله سمحني لوزير التنمية الجهوية، اللي لاحظناه في الأرقام لقينا مثلا التمييز الإيجابي اللي حكاوا عليه زملائي، يعني نحن ما نسالش مع التمييز الإيجابي أن الولايات الداخلية تأخذ مبالغ محترمة، لكن يعني شوية توزيع. مثلا عنا ولاية أريانا ماخذة في 9900 مليون دينار، في مقابل بعض الولايات ماخذة 50 ألف. يا سيدي طوبى لها الولايات الأخرى ما نسالش، لكن احنا ولاية أريانا راهي ولاية فيها الجانب الفلاحي، فيها الصيد البحري، فيها كثافة سكانية كبيرة. كي نقولوا أريانا نقولوا حي تضامن المنيه اللي هما فيهم كثافة سكانية كبيرة، واللي هما فيهم يعني أبسط قواعد البنية الأساسية ماهيش متوفرة فيهم. دونك حبيت نعرف علاش هالمبلغ البسيط هذا الولايات. شكرا.